ما حكم المشاركة في الاحتفال بما يسمى بيوم المعلم، إذ تطلب منا إدارة التعليم المشاركة في هذا اليوم، وهل هذه من البدع؟ نعم، هذا من الأمور التي ليست من أعمال المسلمين، يوم المعلم، يوم الوالد، عيد الأم، عيد كذا، هذا كله سموه يوم أو سموه عيد أو سموه مناسبة، المعنى واحد، العبرة بالمعاني ليست العبرة بالأسماء، فاللي يتكرر هذا عيد، سواء عيد المعلم أو غيره، اللي يتكرر ويعود هذا كله يسمى عيدا. نعم، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. نعم.